العالم يتكئ على قدم واحدة. يبدو ذلك واضحا بسبب الاعتماد الكبير على التكنولوجيا مع تراجع الروابط الاجتماعية. هكذا يطرح معرض الطبيعة الجديدة رؤيته. فالمزج بين التكنولوجيا والفن هو بوابة الدخول المعرض المقام في سان بطرسبرغ الروسية. وعند مدخل المعرض تجد قوسا رقميا يحمل لوحة بالأصفر، وهو أمر مقصود، إذ يعتبر المعرض أن الصفر هو أساس كل الإحداثيات الرقمية. كل شيء هنا يتخلل فكرة الوجود، والأصفار عند المدخل هي بداية نظام الإحداثيات. المعرض يسمى الطبيعة الجديدة، وأي نظام له نقطة الصفر، فبدون الصفر لا يمكن أن يوجد شيء. يستكشف المعرض تحول الشخصية تحت تأثير التقنيات الحديثة، وتفاعل الإنسان والآلة، والحياة داخل الشبكة الرقمية، والعلاقة بين البشر والواقع الافتراضي. نحن لا نعطي أي إجابات، فقط نظهر للعالم الذي نعيش فيه الآن كيف يتغير بفعل الحياة الرقمية مع تراجع البناء الاجتماعي وتقدم التكنولوجيا. أصبحنا بالفعل كالذي يقف على قدم واحدة فقط. لمتابعة المنحوتات التفاعلية يرتدي الزوار نظارة ثلاثية الأبعاد، ومن الضروري أن يستخدموا تطبيقا عبر الهاتف. كما يضم المعرض مجموعة إعادة التدوير، وهي رحلة إلى العالم الافتراضي حيث تتعايش التكنولوجيا مع العالم الطبيعي. وتنضم إلينا عبر سكايب دينا فايز، الخبيرة في العلاقات الاجتماعية. سيدة دينا، مرحبا بك. ما هي القيم التي دمرتها التكنولوجيا، وهل هناك قيم جديدة ظهرت بفعلها؟ أهلا، صباح الخير ولك ولكل المشاهدين. طبعا التكنولوجيا هي زي سلاح ذو حدين. من ناحية هي طبعا قربت الأفكار والثقافات وجعلتها مثل قرية صغيرة، يعني بإمكانك أنك الدخول إليها باستعمال الهاتف و يعني التعارف على ثقافات أخرى. لكن من ناحية أخرى هي لها طبعا عواقب سلبية جدا. من القيم التي تغيرت هو أول شيء هو الانعزالية. بقينا صرنا منعزلين من العالم. العلاقة الوحيدة الوطيدة هي أصبحت التليفون الهاتف على سبيل المثال. القيم المعروف فيها في الأعياد عادة نتزاور، نزور أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا، الآن هي مختصرة فقط برسالة صغيرة نبعثها على الواتساب، وكل عام وأنتم بخير، ونرسلها إلى الجروبات الموجودة إن كانت على الواتساب ولا على الفيسبوك. فمع الأسف هناك تأثير سلبي جدا وغيرت عاداتنا نحن كبشر. وكلما ازدادت التطبيقات مع الأسف كلما أصبحنا أكثر انعزالية، بعيدين عن واقعنا. طيب. نعيش في عالم غير افتراضي زي ما بيقولوا في التقرير. ولكن هنا أستاذة فايزة، كيف يمكن لنا أن نحقق المعادلة الصعبة، أن نستخدم التكنولوجيا وفي نفس الوقت نحافظ على هذه القيم العظيمة؟ لازم يكون هناك في يعني توعية مهمة جدا تبدأ في البيت. التوعية تبدأ في الجيل الجديد، لأنه أعتقد الجيل الجديد هو الأكثر تأثرا في موضوع التكنولوجيا. فلازم يكون هناك نوع من المراقبة، يعني عندما نجلس مع بعض على طاولة السفرة لازم الموبايلات أو الهواتف تكون بعيدة عننا. لازم أن يعني نعود نفسنا على رفع التليفون والتكلم مع بعض، لأنه حتى أسلوب كلامنا، يعني مثلا اللغة العربية الافتراضية الأصول يعني أنه نحكي فيها، لكن أصبحت الآن اللغة الإنجليزية داخلة في اللغة العربية، داخلة في اللغة الفرنسية، فحتى يعني ثقافاتنا مع الأسف تأثرت. فلذلك لازم نعود نفسنا على أنه ما نعتمد كثير على الموبايلات أو الهواتف أو التكنولوجيا، يعني نختصر الوقت على التكنولوجيا. شكرا. ونحاول أن نراعي أيضا الظروف اللي هي إحنا إن كنا في الأعياد أو في الأوقات اللي نكون فيها كعائلة واحدة مترابطة. نعم. وهذا أشكرك. من عادات العربية طبعا. شكرا جزيلا لك يا سيدة دينا فايز، الخبيرة في العلاقات الاجتماعية والتربوية، كنت معنا عبر سكايب.